إخواني أخواتي كلكم تبعتم الحدث الرئيسي في هذا الأسبوع، في هذين الأسبوعين السابقين اللذين كان فيهما. وانت الأول جيتي تما، انت الأول جيتي تما، ها؟ معليش معليش معليش، شوف إلا ما شفتيش سمع. يلا نعاونك. ما فيها باس، انت شاب نعاونوك. فهاد المرحلة الأخيرة عرفت هذاك التصريح ديال السيد رئيس الحكومة الذي في الحقيقة بادرناه بحصيلة، صريح ديال السيد رئيس الحكومة حول الحصيلة ديالو في سنة النصف وحزب العدالة والتنمية من توفيق الله له، أظن والله أعلم، بادره بحصيلة ألغى يعني أو أجل على الأقل تصريحه الذي كان سيكون يوم الأربعاء 17 أبريل. إحنا عملنا التصريح ديالنا يوم الثلاثاء، ورغم أننا فوجئنا ساعتها بوفاة الأستاذ الأمين مصطفى بخبزان بمعنى مصطفى أو اسم أبيه الأمين بخبزان رحمه الله، فأمضينا الأمر وعملنا التصريح ديالنا. يعني صريح ديالنا ولا الحصيله، قدمنا الحصيله ديالنا من وجهه نظرنا نحن، و يعني هو اللي شاف ربما الحصيله لانه كنا طرحناها في الانترنت او شافوا الناس ديالو الحصيله اللي قدمناه والكلام اللي قلناه، أربكه ذلك وأجل بأسبوع، وأجل لم يأجل بأسبوع، إلى أجل إلى أجل لاحق. فهمتني ولا لا؟ يعني حصيلته. وهذه نقول لكم أنا بصراحة ما رضيتش بها، لأنه هذا يبين أن هذا السيد رئيس الحكومة هش بصراحة. انا ما بغيتش، لان رئيس الحكومه ديالي خصو ما يتراجعش. علاش غيتراجع؟ حنا درنا حصيله حسب راينا، حنا حزب صغير عنده 13 ديال النواب فقط في الدرجه الثامنه، ما بقاش حتى في التران، حتى التران ما بقاش فيه، كانت شحال هذه الدرجه الثالثه والرابعه ما فرزهمش بين الدرجه الثامنه داروها في ذاك الوقت. فهمتني ولا؟ يعني درجة الثامنة درنا واحد نشاط بسيط في واحد لوطيل، فهمتيني ولا؟ ظنا منا انه بعض الناس يعني يتخوفون حتى من الدخول الى مقرنا الجميل، اذا كنتم ترون انه جميل وحداتي بما فيه الكفاية طبعا، ماشي فاخر ماشي فخم ماشي. ومع ذلك انا ما بغيتهالوش بصراحة، ما بغيتهالوش، كان عليه يجي ويقدم الحصيلة ديالو، ولكن الله غالب، الله يرحم ضعفنا هذا الشيء اللي كاين. جاء أجل ذاك الشيء إلى أجل لاحق، ثم بعد ذلك يعني تدارك الأمر بعد ثلاث أسابيع، ياك ثلاث ثمانية مايو، لا 24 أبريل قدم 24 هذاك الرد، رد صحيح، الرد هو اللي 8 مايو. طيب حنا ملي بلغنا الخبر ديال انه اجل، قلنا له راه واخا دير واخا تاجل فوقاش ما درتي يعني الحصيله ديالك ودرتي رد عليها، راه حنا نعاود نديرو معاك ندوى اخرى حتى حنا على قد الحال ديالنا. وهذاك الشيء اللي وقع يعني طبعا عطاونا 14 دقيقة و 30 ثانية، ياك؟ لا لا 14، هذيك 30 ثانية غير زدتيها أنت السي بوالمو، فهمتيني ولا لا؟ 14 دقيقة السي بوالمو قام بالواجب ديالو. بالمناسبة أظن أن كلمته
نالت في المتابعة على اليوتيوب أكثر مما نراه رد السيد الوزير الأول رئيس الحكومة في اليوتيوب. اللي بغى يدخل يتأكد يتأكد. المهم أنا هذه يومين خليت فيها 14,000 ما عرفتش شحال تكون وصلت الدابا سي ما تتبعش انت داك الشيء. ف يعني فوفاء بوعدنا اولا وثانيا لانه مع الاسف الشديد جاء السيد رئيس الحكومه ودار لنا واحد الرد على كان وجدو دونك بحال حنايا داكشي اللي غنقولو هو عارفه بطبيعه الحال. يمكن بغى يعطي دليل بانه حتى هو يعني بحال حنا كنا عارفين شنو غايقول حتى هو عارف شنو غنقولو نتينا لا ودار الرد ديالو في 50 دقيقه باش يسمح لينا نتفرجوا في الريال مدريد اللي حنا ما كنتفرجوش فيه. على كل حال هادشي اللي قال لانه حتى هادي ما عجبتناش لانه هذا رئيس حكومه علاش غير اللي كنعرف انا هو ان الناس كانوا شحال هادي كيخليو ريال مدريد يتفرجوا رئيس الحكومه. دابا خلاو رئيس الحكومه شويه يتفرجوا ريال مدريد حتى هذا نظر واخا شي واحد من الاخوان قال لي ودي راه كانت ساعه المكانه باقيه بينه وبين ريال مدريد ايوا علاش يمكن هو باغي يتفرج ريال مدريد ما نعرف انا ما عرفتش انا هذه القضيه ديال الكره ماشي بعيد كله يشري كاع الى بقى. فالتقدير ديالي هو انه هذا الشيء هذا غيعطي واحد الصوره باللي حنايا وهذا السيد بحال الرد ديالو كان موجه بالدرجه الاولى لنا ولما قلناه الى اخره والذي تداولته مختلف الاحزاب والهيئات الى اخره في هذه المرحله. فانا باغي نقول له واحد القضيه بصراحه وبصدق احنا ماشي عديان ديالو بمعنى لا طبعا هو يعني عمل فينا السوء وهذه القضيه غنرجع لها ان شاء الله في الكلمه الاخيره في القضيه ديال البلوكاج الشهيره الى اخره. ولكن حنايا اللي جا كنا بغينا نتجاوزوا الجراحات القديمه والبلوكاج وما تلاه لانه كلشي داك الشيء كان يعني مخطط له بشكل او باخر وهو الذي قام بتنفيذه. فتقديري انه يعني هو غلط لانه حنا ملي جا قلنا يا ودي هذا السي اخونا واش دار معنا ودار معنا. ولكن دابا كان ما كناش كنا متفقين كان بعض الاخوان رايهم مختلف انه يعني دار معنا نديروا معاه. لا قلت لهم لا حنا ما نديروش معاه بالعيب بحال اللي دار معنا هو رئيس الحكومه. اذا كان غادي تكون عنده ظروف احسن وكذا الى اخره حبذا ولينجح. واذا نجح فان المغرب هو الذي سينجح واذا نجح المغرب فهو في صالحنا كحزب سياسي لانه احنا اللي كيهمنا هو المغرب ينجح. بالمناسبه هذه القضيه ديال المغرب بغيت ندير فيها واحد الاشاره دابا لكي اقول لكم انه على الاقل من 63 وانا متبع 63 اللي كانت عندي 9 سنين وانا متبع. انا في الحقيقه الوعي ديالي السياسي يعني بدا مبكرا قبل كاع من 63 النهار اللي مات محمد الخامس رحمه الله. كنت في الجامع وباقي كنتذكر ديك اللحظه جا واحد السيد كيعلم الفقيه وكان الدنيا ستزول فهمتيني ولا لا. ومن ذاك الوقت وانا واعي سياسيا وكنعرف شنو تيوقع شويه والى اخره على قد داك الشيء ديال واحد الطفل. ولكن من 9 سنين لدابا انا عاقل مزيان. هاد المغرب هو الحمد لله دوله مزيانه والحمد لله دوله مستقره وكذا ولكن ما عمر كتلقى الارتياح اللي هو الناس يشعروا بان امورهم عاديه غاديه مزيان كاينه ديمقراطيه كاينه ملكيه كاين يعني اراء وافكار وحريه والى اخره. لا دائما حنايا يعني حنا غاديين نقولوها بصراحه الحمد لله راه حنا غاديين مزيان مي ديرونجي توجور. ما هذه القضيه هذه نرجع لها لانها تزعجني كثيرا ولانها في بعض الاحيان تاتي بمفاجات وكانت مفاجات كبيره في المغرب. 71 راه كانت غتكون وقعت مجزره في المغرب
ساعات مجزرة في المحيط فهمتني القصر الملكي في الصخيرات ضاع فيها كثير من الناس ومن الدبلوماسيين وإلى آخره وكاد الدكتور الخطيب أن يموت فيها لأنه ضربته رصاصة حتى هو يعني 72 كذلك ولو لولا قدر الله يعني وقع داك الشيء نجح كانت غتكون كارثة غير باش اللي كان تذكر 20 فبراير 1965 20 فبراير 81 90 فاس يعني انفاس يعني مرة كتهدد البنية وكتهدد الاستقرار وكتهدد هذا الشيء اللي حنا يعني لو بغينا نقولوا متمسكين به حيت حنا متمسكين ماشي انا كحزب المغاربة حسب الذي يبدو لي والله اعلم في العموم اللي قال لي السباهة قال لي كل شيء تيمشي للغابة ولكن في الليل كيبقى فيه غير الحمق يعني حتى في العهد ديال الحسن الثاني رحمه الله كانت منازعات بين الملك الحسن الثاني رحمه الله وبين وبين وبين, وبين الوسط السياسي ماشي الاحزاب السياسية في الحقيقة الاحزاب السياسية كانت عندها مشاكل كاين اللي كان كينازعوا في السلطات وكاين اللي كان كينازعوا في الصلاحيات وكاين اللي كان كينازعوا في الملك كاع هادشي معروف ولكن خصوصا كانت التنظيمات لانه في الاخر ملي كتبقى الاحزاب السياسية ما كتمثلش المجتمع كانت نشألك حاجة أخرى بحال مؤخرا ملي نط المشكلة ديال ديال ديال, ديال التعليم هاد الأخ ديما كيجي يصورني ما عرفت علاش فهمتي يجي يصورني ما تيشبعش صورة وحدة تكفيك أنت تياخذ 70,000 صورة ديال نفس الشخص بنفس الوضعية إلى آخره يظهر كلهم هاد المصورين المبتلون بهاد القضية هذه فال طبعا في الأخر كيخرج غير وحدة إلى خرج وحدة بصح يخرج يعني في هذه يعني هذا الملاز اللي تنعيشوه يزعج عبد الحسن الثاني رحمه الله كانت لوت بور لو بوفوار كان صراع على السلطه وخصوصا قلت لكم في هذا الانتخاب في هذا الاشكاليه ديال التعليم اللي دازت واللي راه حتى حنا بدينا باقي ما عطيناش اهميه كبيره باش نحلوها راه النقابات ما بقات كتسوى والو باش نكونوا صراحة ما بقات كتسوى والو ما بقات كتوقع لا غدا الصباح كيصبح يضرب النقابات كتوقع لا غدا الصباح في الاخر جابوا شي حاجة أخرى سميتها التنسيقيات حتى واحد ما عارفها شنو هي بالضبط من الناحية القانونية وخشوها مع النقابات ومشاو داروا الاتفاق الذي أسفر عن الزيادة في الأجر في الحقيقة والذي أسفر عن الإلغاء ديال القانون الأساسي ديال التعليم الصيغه ديال الاولى اذا مشينا للصيغه الثانيه اللي دارتها التنسيقيات في الحقيقه وحنا كنقولوا شي باش ما كاين السياسه فيها هادشي السياسه فيها الدباز وفيها المصالحه وفيها ما بينهما ولكن خص الانسان يعرف يدابز ويعرف يتصالح ملي عول التصالح وهذا تعطي الفلوس وهادشي يعطيهم من الاول وهنينا من هاد 3 شهور اللي ضاعت لنا هاد القضيه ديال 3 شهور وحنا كنقولوها غير بالفم راه ماشي سهله ففي الوقت ديال الحسن الثاني كان هذا الشيء كانوا الثانويات موقفين يعني سنه بيضاء 1972 والجامعات والناس كانوا كيقولوا الحسن الثاني قاتلوا عام ولا عامين فهمتي ولا في الاخر الحسن الثاني رحمه الله هو اللي انتصر في هاد لاليت اللي نقولها بكل صراحه والله يرحم السي العربي البساري اللي كنا في طهران انا وياه سي الأشعري وشي صحفيين آخرين تيقول لي دائما كنت سأل الحسن الثاني رحمه الله كيف هزم الأحزاب وحده تقول لا كتعرفوا هذه العبارة هذه كيف يعني كان كيقولها ويعودها المهم الحسن الثاني انتصر في الأخر الأحزاب حتى اللي كانوا كينازعوه فهموا بلي هذا الشيء ما خدامش ورجعوه وكانوا كذلك لحظات يعني تنفسنا فيها بحال هذيك المرحلة اللي جا فيها السي اليوسفي هذيك مرحلة اللي كنا عشناها زعما بسعادة بكل صراحة بغض النظر على انه هو حزب يعني يساري وحنا حزب عنده مرجعية يعني اللي نقول انها يمينية على احنا قابلين نكونوا من اليمين واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين بقينا ممكن المهم خصنا نكونوا اصحاب اليمين عند الله اما دابا هنايا الله اعلم القضية فهذيك المراحل اللي عاش فيها المجتمع واحد النوع ديال وعاود ثاني كتعاود ترجع وكذلك جات القضيه ديال 20 فبراير وكانت كبيره وخطيره بزاف ولكن كاين واحد الفرق بين الحسن الثاني وبين محمد السادس تقريبا لا ينازعه احد تقريبا
ما عنده الإخوان اللي شباب راه ما عنده مقارنة مع الحسن الثاني في هذا الموضوع. الحسن الثاني كان ينازع بالمعقول ماشي اللعب. محمد السادس الحمد لله المغاربة كلهم مجمعون على ملكهم. وإذن هاد الشيء لاش هاد الماليز اللي تنعيشوه لاش متين ولا؟ أنا كنظن أنه هنالك جهات ترفض هذا النوع من الراحة النفسية ديال الشعب المغربي، تخصها تبقى كتحرك هاد التميت وباش يبقى عندها مبرر، باش لأنه إلا انسجمنا حنا وكحكومة وكأحزاب وكذا مع الملك ديالنا وداك الشيء مبقى ما غاديش يكون مشكل، على الأقل غنعيشوا بطريقة يعني مريحة نسبيا. فاحنا يا مع هذا السيد هذا راه ماشي تنعاديو، يعني احنا بالعكس بغيناه يدير شي حاجة لمصلحة البلاد داك الشيء، ولكن مازال اللي تلاحظوا لحد الآن أنه يعني بالدرجة الأولى يعني رغم كل ما سبق يحاول أن يحل كل مشاكله من خلال دفتر الشك، إما ديال الشخصية إما ديال الدولة إما ديال الله أعلم. ومازال ما فهمش واحد القضية بسيطة، وأن القضية قضية سياسة قبل أن تكون قضية يعني عطاء أو. ولهذا هذا الشيء اللي وقع في المغرب وهذه الزيادات اللي دات وهذا الشيء ديال السكن وهذا الشيء كله كبير بزاف، ولكن كاين شعور عندنا حنا شعور وتيجينا شعور من المجتمع أن الأمور ليست على ما يرام، وخصوصا أنه ما تيجيش لعندنا يقول لنا الأمور بوضوح وبصراحة. انت لا مثلا القضيه ديال المدخول ديال الكرامه اللي كان كيقول انه غيعطي لكل واحد فات 65 عام ما كانش عنده واحد الا وحده وما عندوش تغطيه اجتماعيه رسميه غيعطيه 1000 درهم. انت لا انا تحديت وقلت له انت الا عطيتي هاد 1000 درهم يعني انا نقدم استقالتي من الحياه السياسيه باش لانه دابا مشطون بالمرحله ديالي، ما مشطونش بالمرحله ديال العداله والتنميه كلها، شطون مسكين بالمرحلة ديالي وباغي ينسي الناس عبد الإله بن كيران. وهاد القضية هادي نقول له واحد القضية غي تضيع وقتك، انت يا عبد الإله بن كيران غايبقاو الناس عاقلين عليه فهمتيني ولا لا؟ بزاف منهم بطريقة إيجابية، شي واحد منهم بطريقة سلبية، وأنا هادشي عندي زيد نقص. يعني غنكون بخير إلا كان الله سبحانه وتعالى يعني يسامحني أو يرضى عني، إلا كان راضيا عني، ماشي الآخر كله عندي زيد نقص. فهذه القضية هذه زعما هي واحد القضية أساسية، ويعني تقديري له تقديري في هذا الموضوع هذا أنه كون جا وقال لنا أنا صحيح كنت وعدتكم باش غنعطي 1000 درهم، ما قدرتش نعطي هذا 1000 درهم، الميزانية لا تسمح، ما فيها باس، كيوقع هذا الشيء، كاين هذا الشيء في السياسة كاين، ما قدرتش نعطي هذا 1000 درهم، أنا غنعطي 500 درهم، ما عطاش 500 درهم، عطى 500 درهم بواحد الطريقة أخرى، وقال باش يدخل هذوك ديال 65 عام، قال لا ديال 60 عام، قال عطيت الأسر التي تؤوي أشخاص مسنين. دابا هاد اللف والدوران في الكلام شكون اللي علمو لك؟ يعني أنت جيتي كتقول غرس أنت سوسي كنعرفو السواس، الناس معقولين، وباك الله يرحمه كانت معروفة على هذه المسألة هذه، أنت ذكرتي لي هذا الشيء فهمتيني ولا؟ خليك هكذا انت ما. وبالمناسبه راه حنا كنشكوا في هاد الناس اللي كيوجدوا له واش ضابطين الامور ديالهم واش تيقراو مزيان، وهو واش عنده الفلتر، يبدو ان ما عندوش الفلتر. المهم هادشي كله اللي قلت لكم هو غير يعني تسبيق، غير كيف كتسميو تقديم، كنت غنقول لكم اور دو الديباجه. فغادي يتكلم على هذا الشيء مره اخرى السي سي 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 بوانو اللي تكلم في التلفزيون، وقلت لكم انه الناس تبعوه من بعد فهمتيني ولا؟ وحنا دابا راه حنا ما كان عادي وهش تنقولوا له هذا الشيء دون ليسبوار، يعني في 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 افق ان يصحح مساره فهمتيني ولا؟ ويستفيد من مكانته ومن قربه والى اخره باش يدير شي حاجه للمغرب حقيقيه، لان هذا الشيء هذا نقول لكم بكل صراحه الا قرا التاريخ غادي يعرف باللي يعني التاريخ ما كيعطيش اهميه كبيره اللي كيوزع الفلوس، ماشي صح، كيعطي اهميه كبيره اللي كيتصرف بالعدل واللي كيتصرف بالصدق واللي كيتصرف بالصراحه واللي كيتصرف يعني بالاطار يوتر على نفسه ولو كان من مخصصه، هذو هما اللي كيعطيهم
الله سبحانه وتعالى مكانه في المجتمع، في الناس، في الحاضر وفي المستقبل.